عليكم. اليوم راح نرسم هذا الرسم اللي رسموه صباح المحاضرة اللي فاتت واللي احنا ما راح نبي يعني. بدأ راح نرسم هاي الاسطوانة وراح نرسم ظهر هاي الاسطوانة الأكبر من عندها، بعدين راح نرسم هذا البوكس وننزل بيه، بعدين راح نرسم هذا البوكس وبعدين راح نطق كاميرا. اوكي خلينا نجي نرسم. بدأ راح أرسم الأسطوانة قلنا، بس بدأ أخنفر المحاور. زين قلنا راح أنفر المحاور من البداية. نروح على الزد، نطي انتر، راح نخلي بهذا الاتجاه الزد. زين راح نجي نرسم هاي الأسطوانة من البداية، نطي سلندر، نعطي نقطة الصفر. راح عندنا احنا الدي مال العفو الفاي مالته، يعني راح نعطي دي انتر، دي انتر 25 انتر. اوكي العمق مالتها 55، هذا وهنا مبين 55 انتر. اوكي راح نجي نفر الشاشة حتى نرسم الاسطوانة الثانية. نعمل بهذا الشكل سلندر ثاني، يعني القطر مالت جد هذا والله عم نطينا دي انتر 40، دي انتر 40 انتر. العمق مالت راح يكون 80 ناقص 55 راح يكون 25، 25 انتر. اوكي نرجع المحاور بعد ما راح نحتاج. رسمنا هسه احنا هذا الجزئين اللي هو هذا الاثنيناتين، راح نجي نرسم هذا البوكس. طبعا البوكس هذا التكنس مالته 15 والعمق مالته 60. هسه راح نجي نرسمه، نختار بوكس، طبعا راح نرسمه بأي مكان، بعدين راح نجي ننقله، نعطي انتر. قلنا 6 العفو العرض مالته راح يكون 52 اللي هو هذا هنا 52، هاي 52 انتر. جد راح نمشي من ناقلنا 15 او راح نصعد مسافة 60. خوش حاجة. هسه راح نجي نرسم البوكس الثاني اللي هو قلنا هذا البوكس. طبعا هذا البوكس شلون نعرف قياساته؟ منطين من هنا لهاي الدائرة 90، يعني البوكس لحد هنا راح يكون 80، 80 بستين بعشرة، هاي العشرة هنا، هاي العشرة نفسها. راح نرسم بوكس هاي النقطة، يلا انتر. بهذا راح نخلي نشوف بهذا الاتجاه كنا 80 انتر. راح ننزل العفو، راح نشوف هاي المسافة 10، وراح ننزل بنفس الطول مال هذا البوكس. حلو. بعد راح نسوي هسه راح اجي نرسم السلندر اللي ظل بس نص سلندر اللي هي هاي جاي احكي عليها انا، بس هاي النص كبير. منطيني اللي مالته الار مالته العفو 30، يعني خلينا نحتاج نشوف المحاور مالته، نحتاج نفرهن المحاور، نحتاج نفرهن. اوكي ننقله هنا للنص، نخليه بهذا الاتجاه، نختار سلندر نفس العرض مال هذا الجزء العشرة، نسوي له يونيون. اوكي قلنا راح نجي نرسم هاي الدائرة اللي بعدها 90، لاين بعدها 90 منين؟ 90 من بداية هذا من هنا، راح نمشي 90 انتر انتر. اوكي راح نرسم سلندر مرة ثانية، قلنا الار مالتها ايش قد؟ الار الدي مالتها 10، يعني دي انتر 10 وار نعطي 5 ب 10. بعد شنو عندنا؟ تبعد هاي المسافة من هنا لهنا 32 اللي هي هاي المسافة بين الدائرتين.
هذا عفوا انا غلطت، تقول هنا هاي المسافه 94 مو 90، يعني هسه هاي المساحه وعلي من نرجع رجوع على الخط، هذا لاين، هذا المنتصف راح نمشي 94 انتر انتر اوكي، وسلندر بهذا الخط 5 الار انتر ب10 انتر اوكي، بدنا المسافة 32 عند الدائرة الثانية، يعني لاين من النص انتر راح نمشي ب 32 انتر، نصعده وهيج نجيبه يمين ويسار بس حتى يبين، نعطي سلندر هاي النقطة كذلك 5 انتر ب10 انتر. زين هسه راح نجي بس خلينا نمسح الخطوط، بس خلي نمسح الخطوط، هذا الخط طق ديليت وهذا وهذا ديليت. زين قلنا راح نسوي الميرر، هسه نختار الميرر هذا هو الميرر، راح نسوي الميرر هذا ذن اثنيناتين، لا خلنا نسخبها من البداية لهم نسيت نسوي تراك، هذا الجزء راح يظل هذا وهذا يمسح التراك. هسه راح نسوي الميرر هذا ان الجزئين كذا، الجزء واحد العفو انتر على خط التناظر اللي هو هذا مالتنا اوكي. بس راح نجي نسوي هذا الجزء كله يونين، هذا وهذا وهذا انتر، نرجع المحاور على مكانها الاصلي. زين هسه راح نجي ننقل هذا الجزء بنهاية هذا الشكل، لازم ننقل منتصف هذا الشكل للسنتر مال هذا السلندر، ولازم نرسم لنا خط، يعني نختار لاين من المنتصف مال هذا نوصل لهنا انتر. زين شو راح ننقل؟ لازم نحول على التودي، هاي الرؤية مالت التودي، تودي فيو، نحاوله بهذا الشكل كون نشوف السنتر والمنتصف الخط. نحدد الشكل ونطق موف، هاي موف منتصف مع الخط، ويني منتصف مع الخط ضاع، هذا منتصف مع الخط راح نجيب نحطه بهذا السنتر. هسه راح تحول لهذا الشكل. زين شوف والله كله زين، بقى عندنا شنو؟ بقت عندنا هاي التشين فراغ، طبعا هذا مو قوس حتى نسوي له فلت، هذا تشين فراغ يعني خط عدل. شلون راح نجرس؟ من نختار تشين فراغ، بعدها ننطي الانجل 45، وبعدها راح ننطي 3 ب3 نشوف شلون، يعني نختار تشين فور من هاي مال فلت، نختار تشين فور نروح على انجل ننطي 45 انتر، ننطي 3 ب3 3 انتر، نحدد الجزء انتر انتر ثاني انتر ثالث انتر رابع زين. قلنا نختار الشامفر، ننطي الانجل، نطي الانجل 45 انتر، ننطي 3 انتر، بعدها راح نروح للديستنس ننطي 3 انتر و3 انتر، نحدد الجزء انتر بانتر بانتر. من يطلع لنا هاي العلامة السوداء اليمين من الماوس يلا، يعني هسه نقدر نحدد الشكل او نحدد الخط اللي نريده، طقه انتر اوكي هسه الوضعية تمام. زين هذاك نفس القضية هذي اللي وراه، يعني راح نطقه بس انتر، كررنا اخر امر على هذا الخط الريده انتر، قلنا انترين انه نحدد الخط اللي نريده انتر، لا نسيت اسوي يونين يونين هذا وهذا وهذا
انتر اسوي له تشامفر نسوي له تشامفر نختار هذا الجزء انتر قلنا انترين نحدد هاي الحلقة اللي نريدها بانتر هسه تمام صار الجزء هيش راح يكون خلص الرسم لأن ما اعتقد ضغط بي شيء وطبعا بنشول شوية وصوت ناسي بعد هم عذرونا وباي باي.